وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بحفظ الله ورعايته إلى عمان هذا اليوم في زيارة يجري خلالها مباحثات مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تتناول العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين ومستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة. وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المعظم لدى وصوله أخوه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من كبار المسؤولين، رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال.